خطارنا اللي راح نتحدث معاه عن شخصية الشاعرة الراحلة لميعة عباس عمارة، الكاتب والباحث والأديب السيد عثمان المفتي. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. يعني اليوم نتحدث عن شاعرة لها بصمة يعني عميقة في تاريخ الثقافة العراقية، في التاريخ الحديث. نتحدث عن لميعة عباس عمارة بالفرح والحسرة. بالفرح لأنه تركت لنا هذا الإرث الثقافي والشعري والخزين، هذا الشعري الهائل والكبير، وبحسرة لأنها توفيت وحيدة ومغتربة في أمريكا. أنا أولا سعيد بهذا اللقاء بهذا القناة الكريمة. أهلا وسهلا بك. وسعيد جدا بالحديث عن لميعة، لأنه أنا من طفولتي ومن الصبايا مغرم بالشعر، مغرم بشعرها. لميعة شاهدة على القرن 100 سنة. نعم. ولدت ب 1929 في عقد من الزمان، ولد به الجواهري والسياب ونازك الملائكة، عاتك الخزرجي، ولند الحيدري والسياب وعبد الوهاب بياتي. هذه النخبة، هذه الكوكبة من الشعراء هم أغنوا تراث الشعر العربي عامة. نعم. وكانوا في ضمير كل العراقيين خاصة المثقفين. الحديث عن لميعة عباس عمارة ليس هينا. نعم. حقيقة، لأنها بشعرها شاعرة ممتازة من ناحية السبك اللغوي والقافية والوزن، وشاعرة عظيمة من ناحية الأفكار المبتكرة، شاعرة كبيرة في الإلقاء. احنا نشوف شعراء الكبار ما يحسنون الإلقاء. مثلا نزار قباني عنده إلقاء رديء جدا مو مريح، جواهري عملاق حتى بإلقائه. مواضيع اللي اختارتها كانت مفاجأة على الأذن العراقية. مفاجأة. إيه العراقيين يعني هالتقاليد الدينية والاجتماعية القوية المترابطة هي اخترقتها، حرقتها مو اخترقتها. نعم. حرقتها. أنا التقيت بفكرها قبل ما ألتقيها. كانت أول دواوينها كنت أقرأ لو أنباني العراف. كل ما أشتري يقتني مني صديق وأشتري 9 مرات اشتريته وانطيته، وهسه ما عندي لو أنباني العراف. هديته للناس. في هذا الديوان اللي كان ما يفارقني راح أقرأ مقطع. نعم. عجبني. تقول لو أنباني العراف إني سألاقيك بهذا التيه، لم أكتب غزلا في رجل واحد، خرساء أصلي لتظل حبيبي. شعر. هي تقمصت المجتمع العراقي. نعم. حب الرجال، الفقير، معاناته، الطفلة، المرأة. لو نتحدث عن لميعة كمناضلة وكمواقف صدق عملاقة يعني. نعم. كانت مدرسة اللغة العربية، باللغة العربية اكو درس يسموه التمييز. هو الاعداد 12 12 هذا يسموه التمييز. فجو يلقون عليها القبض الامن، راحوا على المديرة ست كوكز يمكن اسمها ما اعرف، هي قالتها. فراحت عليها للصف. نعم. قالت لها المديرة الامن يريدك. قالت الا اكمل الدرس. شوفي كان عندها تعليم الطالب شيء مقدس يعني. شوف الموقف، شوف الشجاعة. نعم. والقوة والأمن. هو أمن، تعرفين الأمن شنو سطوته. نعم. وشنو الرعب من عنده. وين كملت الدرس؟ وصلت الطلاب دير بالكم على درس التمييز، لا يعلمها غيري وما تفهموها. نعم. زين. نعم. وبالطريق صعدوها بالبيك اب لي ورا، قاعد ما أصعد لي ورا، شوف الإباء، أنت روحوا أنا أجيب تاكسي. لما دخلت بالدائرة شافت المدير اللي راح يحقق وياها تلميذها، قالت له أنت تلميذي مو؟ وفلان أنت؟ هو نكر قال لا. المهم أكو أشياء مرعبة بحياتها. كثير من المحطات في حياة الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة
خلينا نبدأ من البداية. نعم. يعني البداية هي اشتركت في أحدى القصائدها، يعني عرضت في أحد المجلات الشعرية. نعم. كان عمرها 12 سنة. تمام. وأثنى عليها الشاعر اللبناني الكبير إيليا أبو ماضي. تمام. وقال يعني إذا كان هناك أطفال مثل لميعة في العراق. نعم. فأي ثروة أو أي ثورة عفوا فكرية مقبل عليها العراق. يعني هذا الكلام في الأربعينات وفي الخمسينات، في وقت كان لحد الآن الناس تتجادل بحول قضية إرسال بناتهم إلى المدارس أو عدم إرسالهم إلى المدارس، فيما كانت هذه الإنسانة الشامخة وأهلها بهذا التقدم في ذلك الزمن، بحيث أرسلوا بناتهم إلى المدارس ويشاركون في مجلات شعرية. لاحقاً هذه المجلات الشعرية أصبحت مرجع للغة العربية وللأدب العربي. سيدتي الفاضلة، نعم، الأديب والفيلسوف والفنان والشاعر هم نخبة الإنسانية بتصنيف عالمي، يليهم العلماء. يعني بيتهوفن أعظم من أينشتاين. نعم. موزارت أعظم من أديسون. الفلاسفة سقراط أعظم من كذا. لو واحد يجيب 7 دكتوراهات، واحد بالقافية، واحد بالوزن، واحد بالشعر، واحد باللغة، ما ممكن يصير شاعر. الشاعر هو موهبة ربانية. نعم. كتبت حبة. الشعر بالأربع رابع ابتدائي. شعر الشعبي، وتأثرت بالحسينيات. نعم. لأن العراق مملوء شعر. كل مكان. الأقضية والنواحي والقرى والمحافل ما يخلو من شعر العراق. هاي وريثة المتنبي، وريثة يعني الفكر العالي. المنطقة الوسطى نشوف، البصرة كذلك، وبغداد، وحتى الإقليم أعظم الشعراء بالإنسانية موجودين هنا. هي الطفولة كانت في بغداد أو العمارة، هي ولادة بغداد. سيدتي لميعة أبوها اسمه عباس، جدها اسمها عمارة. نعم. عمارة جدها ولد بالعمارة فسموه عمارة. نعم. نعم. لكن هي طفولتها كانت بغداد. نعم. بغدادية. بغدادية. بغدادية 100%. في بغداد. نعم. يقال أن والدها كان كثير السفر. نعم. وكان يعني في طفولتها ما كان موجود دائما، ولكن هذا سبب أنه يكون لها خصوصية جدا كبيرة باعتبارها الطفلة المدللة وكانت محط أنظار العائلة. أنت تعرف الكثير من الأشياء أستاذ عثمان، ولهذا اليوم أنا أريد أطلع منك الكلام. سيدتي باوعي، القائد يولد وهو قائد. نعم. المتنبي يصف سيف الدولة، يقول يعني يصف الخيول اللي ما صاعدين على صهوتها، فكأنها ولدت نتاجا تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها. هكذا ما فرسان، فالقيادة تولد مع الرجل. 200 واحد يتخرجون من مدرسة كلية عسكرية أو كلية أركان أو فتشي، يجوز واحد يصير قائد. نعم. هاي من الله. زين، هاي ممكن يصير عليها رسالة دكتوراه عن دورها الريادي للمرأة. نعم. بدون المساس بالشعر نهائيا. ممكن دكتوراه أخرى عن المواضيع الاجتماعية اللي التقطتها. نعم. دكتوراه أخرى عن لمحات الجرأة بها. مثلا الجرأة باري في قصائدها، هي تخاطب حبيبها الحقيقي. حفلة، تقول بيني وبينك في الهوى لغة التأوه والأنين، لم يبقى وجد لم أقله أمام كل الحاضرين، كل توهمه له وإليك ينتسب الجميل. الله. زين، هاي مو معناته هذا إباحية، لا. شاعر آخر يقول وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. نعم. حتى إذا امتزجت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. معناته أنت الحب الحقيقي، والباقية مجاملات. نعم. كبيرة شو لميعة. نعم. طيب، إذ ما تحدثنا عن لميعة الشاعرة، ولكن ارتبط اسمها بالحركة الثقافية النسوية. يعني مطلع الخمسينات كانت يعني في كل العالم هناك حركة نسوية، وطبعا
يعني صداها وصل إلى البلدان العربية مع حركات التحرر وحركات المساواة، ولكن كانت في البواكير هذه الحركة لم يعلى، ربما ارتبط اسمها مع الحركات التحرر النسوية، تحرير المرأة، حقوق المرأة، الدخول إلى المدارس، تمام، التعليم. يعني كيف تعلق على هذا الموضوع، وخصوصا إذ ما تحدثنا عن هذه الحركة في العراق التي التقطها النخبة، نعم، يعني النخبة في الخمسينات وحتى قبل الخمسينات إذا نرجع أكثر، يعني بالزمن مع مطلع بداية 1900، يعني الشاعر الكبير صدقي الزهاوي أيضا كان هو في طليعة يعني هذه الحركة، ولكن خصوصية لميعة أنها امرأة، يعني نازك الملائكة ارتبطت بالشعر الحر، لكن عندما نتحدث عن لميعة نتحدث عن المرأة القوية، عن المرأة المثقفة، عن المرأة الجريئة. نقدر نقول نازك الملائكة نزعت ربع الآباء بالمجتمع، يعني تحررت. نازك الملائكة دواوينها وشعرها مكرس للحزن والأسى والحزن الكوني، مو حزن على فقدان، نعم، شيء. عاتكة الخزرجي شعرها على الجزالة والقوة، يعني تنافس. عبد الوهاب بياتي فيلسوف، شاعر كبير، عبد الوهاب بياتي كبير جدا. بدر شاكر السياب مثل عبد الله غوران الكردي، هذول شعراء التحرر شايلين مشعل بيدهم يتقدمون. لكن لميعة رمت العباءة تماما، رمتها، نعم، كأي سومرية. هي تقول أنا أنتمي للسومر وأكد وبابل، وتقول أنا أنتمي لكل أديان. يعني هذا التحرر الفكري قبل كل شيء خلاها جريئة وخلى لها مكان في كل القلوب وكل الأديان وكل القوميات وكل المذاهب، أثبت لها وجود. وحقيقة أنا التقيتها من أنجح المهرجانات الثقافية الأدبية ما أقيم في الموصل عام 1971، مهرجان أبي تمام الألفية باعتبار أبي تمام الموصل. كثير حمل هذا المهرجان من ذكريات. أنا كنت بيها، نعم، 3 أيام وأنا بيها، نعم، يعني أنا شاهد المهرجان. أنا الوحيد اللي يحق لي أنا أتحدث، نعم، وأن يصدقون اللي أقوله. يعني فأنا بيدي دفتر أسجل خواطر الشعراء، يعني ككنز عندي، مو دفتر شيكات، ها دفتر كلمات. فتقدمت عليها، مرحبا، قالت لها شو تريد باللهجة العراقية، تحارش بي، قلت والله تكتبي لي كلمتين. كتبت لي بيتين شعر بخط إيدها، والدفتر بالبيت دورت ما لقيته. الحياة ابتسامة عطرتها نفحة الورد في ضحى نيساني، ليس قبح الحياة إلا جمالا شوهته حماقة الإنسان. الله، هاي بخط إيده موجود. قلت لها برز ما بخلي نطق صورة سوى. قالت لي روح، هاي حكاية تفيدك. حلو، يعني هاي بحد ذات الشعر. ومن الصدف العجيبة أنه بالاستراحات كنت أتفرج تلفزيون نفس القاعة، بالقناة موجود لقاء مع نزار قباني. نعم، نزار قباني اجى وقف صفي دا يتفرج على المقابله مالته. وجدت لميعة وقفت بصفه، صار منو لميعة عباس ونزار قباني واني دا نباوع لقاء مع نزار. المذيع سال نزار، جاوب لميعة، ايش قالت؟ قالت يا جماعة لو لم يكن نزار قباني شاعرا لما كفته 1000 امرأة. إن هذا كلام داخل المؤتمر، كلام ينساب، كان يديره سعد البزاز، كان مذيع الحفل حقيقة. ولو نخرج شوية من الموضوع، بس بالأخير جاء شاعر يماني لابد أن أذكر اسمه، ضرير عبد الله البردوني. هذا البردوني عملاق من اليمن، يعني نعم، واحد من أشهر الشعراء، طغى على كل الشعراء، نعم، حتى على نزار. نزار قال إذا كنا تلاقينا لكي نتبادل الأنقاب أو نسكر، نعم، فإن أكبر شاعر فينا هو الخنجر. كان هالشكل، يعني هذاك صعد المنبر، يعني أستأذن من لميعة أن أقرأ بيتين من شعره، مو من جنابكم يعني.
من الشعر المشهور لأبي تمام، السيف أصدق أنباء من الكتب. هو إيش قال؟ البردوني الضرير، الملابس رثة، بوجه بجدري. نعم. شعر ما مشط، لا مو أناقة وعطور وهذا. قال: ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذب، وأكذب السيف إن لم يسبق الغضب. 90,000 لعمورية اتقدوا، ثم قالوا للمنجم إننا الشهب. واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا، وقد أصل الزيتون والعنب. يخاطب أبي تمام يقول: ماذا أتعجب من شيبي على صغري؟ إني ولدت عجوزا، كيف تعتجب؟ تسائلني عن صنعاء يا أبتي، مليحة في حشاها العشق والطرب. ماتت بصندوق وضاح بلا ثمن، ولم يمت في حشاها العشق والطرب. ففلتي يا معنا في حضرة هذا. طيب، أخذ الصور مع عبد الله أستاذ عثمان، راح ندخل في تفاصيل هذه الصور أكثر، بس خلينا نروح لهذا الفاصل وراجعين. أنبأني العراف، لو أنبأني العراف أنك يوما ستكون حبيبي، لم أكتب غزلا في رجل. خرساء أصلي لتظل حبيبي. لو أنبأني العراف أني سألامس وجه القمر العالي، لم ألعب بحصى الغدران ولم أنظم من خرز آمال. لو أنبأني العراف أن حبيبي سيكون أميرا فوق حصان من ياقوت، شدتني الدنيا بجدائلها الشخر، فلم أحلم أني سأموت. لو أنبأني العراف أن حبيبي في الليل الثلجي سيأتيني بيديه الشمس، لم تجمد رئتاي ولم تكبر في عيني هموم الأمس. لو أنبأني العراف أني سألاقيك بهذا التيه، لم أبكي لشيء في الدنيا وجمعت دموعي كل الدمع ليوم قد تهجرني فيه. إذن نكمل الحوار مع الكاتب والباحث السيد عثمان المفتي. يعني هذا الإلقاء وهذا الحضور، هذا الشموخ، ويعني هذه الجرأة، يعني حتى في الإلقاء جرأة، هي ليست جرأة كلمات أبدا، هي جرأة أفكار وجرأة الترويج لهذه الأفكار والثقة العالية بها. تعرف الكثير من الناس قد تكون عنده أفكار هي مهمة، لكن ما عنده جرأة أنه يطرح هذه الأفكار، يخاف من المجتمع. المجتمع أيضا يفرض ضوابط. كيف لهذه الشاعرة يعني أن تتربع على عرش الشعر بين فحول الشعراء؟ وأنت يعني ذكرت يعني مهرجان أبي تمام في الموصل مثلا على سبيل المثال، وهي اشتركت في العديد من المهرجانات. كيف لهذه الشاعرة أن تمتلك كل هذه الجرأة؟ ما هي الأسباب؟ كيف كانت البيئة؟ كيف يعني تمكنت أن يعني تحفر اسمها في بين الشعراء، بين هذه الكوكبة المهمة من الشعراء؟ سيدتي مثلما كانت أم كلثوم تمسك المنديل لتغني، هذه كانت تمسك المهفة المزخرفة، يعني علامة مميزة لها. هالجرأة جاءت من كثير من النقاط. نعم. السبب الأول هو لأنه كانت تمثل العراق الرافدين، مستند الظهر على أعظم حضارة بالتاريخ. بعدك قوة يقدر لي؟ لا. مستندة على باب بيت المتنبي. نعم. وجرير وفرزدق والشعراء وابن الفارض والحلاج هذا الباوعي. أنا كتبت لها ديوان قريتها قبل شهور. نعم. في مهرجانها قلت: الكواكب تغير مواقعها. كواكب يعني أكو 11 كوكب يتحرك بالليل والنجوم ما تتحرك. فهاي كوكب بالعراق غيرت مواقعها، راحت لأمريكا بس تبقت كوكب. منين جبت هالعنوان؟
السهرة وردي من انهزم من العراق من المتزمتين راح لسوريا. هناك من حاربوا العقول المتخلفة، فمن طلع كتب بيتين شعر يقول: أقول لجارتي والدمع جاري ولي عزم الرحيل عن الدياري، ذريني أن أسير ولا تنوحي، فإن الشهبة أشرفها السواري، أشرف الكواكب هي التي تسير، فشبهتها بكوكب، غادرت العراق إلى أمريكا بس بقت كوكب. سبب الآخر لقوتها أنه ماكو في اللاوعي مالها الأثر الديني المذهبي التكرار من الطفولة ومن الرضاعة، داق 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 متحررة من في اللاوعي من الثقل من خطأ التربية البيتية متحررة. يعني احنا انا صغار يعني بالابتدائية من يجونا خطار يقول اطلعوا، ما ممكن بنات يشوفون ولد، ما ممكن. هذا نزار قباني يقول: حين كنا في الكتاتيب صغارة حقنونا بسخيف القول ليلا ونهارا، علمونا ركبة المرأة عورة، صوتها من خلف ثقب الباب عورة، كانوا يعني يسدون علينا الأبواب. فهي أولا استند على العراق، هي وريثة الشعراء الكبار، هي من جيل الجواهري، هي حولها نخبة من كبار شعراء الإنسانية اللي ذكرتهم متحررة، المناخ العام يشجع، ثقافة عالية، موهبة كبيرة، وليش ما تبدعها؟ ليش بقى لعد؟ نعم نعم، وإلقاء ممتاز، وإلقاءها كلش ممتاز. طيب دعني أسألك عن لميعة وبغداد. والله أحسن هارمونيك، أحسن تناغم، بغداد تليق بلميعة ولميعة تليق ببغداد، كما أن بغداد تليق بالمتنبي وتليق بالجواهري وتليق بالسياب وتليق بالبياتي وتليق بلند الحيدري. نعم نعم. طيب اليوم عندنا صور، أنت جايب وياك صور. هذا أنا كنت مدير عام أحد الوزارات، فمن تعلقي بها نعم بتعاون طبعا كبير من اخواننا المسيحيين في المركز الثقافي المسيحي بأنكارا وجمعيه الصابئه سيده احلام رئيسه جمعيه تايك الف، قدرنا نعزمها وتحركت وزاره الثقافه في الاقليم انه خلينا نحتضن يعني ادباء العراقيين. هذا بالفعل انا خارج البروتوكول، انا راح استقبلتها بالمطار شاغب يعني أنا بنفسي راحت أخذت ورد يعني استقبلتها. وأنت شايفها في مهرجان أبي تمام، وهذه المرة الثانية تشوفها مرة في أربيل. صحيح نعم صحيح، بس يعني هم يرد من عندي جراء يعني بعد سنوات طوال اقتحام، بعد سنوات بعد 40-50 سنة. نعم استقبلناها والجماعة سووا لها مكان إقامة وترحيب، وهذا بعدين سوينا لها لقاء وزارة الثقافة. نعم. هذا بأي سنة كان؟ قبل 15 سنة. نعم. وزارة الثقافة قاعد سيد الوزير بعض المسؤولين مهتمين بالثقافة، فأنا قمت أقرأ أشعارها فهي قالت قدام الجميع، قالت: بحياتي ما شفت واحد يلقي أشعاري أو يلقي الأشعار بفصاحة فلان عليه. حافظ. فهي شلون جائزة هذه؟ شلون ميدالية هذه إكرامي؟ أكرمتني. بعدين ردت أنطيها بعد دفء أسري، دعيتها بديواننا، ديواننا علمي أيضا، دعيتها ببيتنا زوجتي وبنتي وأقربائنا، فصار احتضان أسري لها. نعم. اعتزازا بها. نعم. بعدين تواصلت بالتليفون مو وياها، كانت مريضة، ويا سيدة أحلام بأمريكا أسأل عنها. نعم. أي نعم. يعني ايضا هي تعرف ابن خالها الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد. اي نعم. الشاعر العراقي الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، وطبعا يكتب عنها مواسيا ومشاطرا لها في الغربه، كتب عنها واحده من اجمل القصائد ويقول: ويا لميعة يا أزهى بيادرها، يا زرع بيتي ويا قنديل جيراني، يا اطول النخله او عفوا يا اطول النخل في ميسان اجمعها،
ويا عز الحلا في تمر ميساني يا ابنة خالي ما أبقى الزمان لنا مما حدوناه من ركب وأضغان. ترى أأنبأك العراف ليلتها أأنبأك العراف ليلتها إننا سنصبح في الستين سياني. حلو. كتب عنها يعني هذه القصيدة طبعا ليواسيها وهم الاثنين هم طبعا انتهى بهم المطاف في الغربة. يعني نسمع هذه القصيدة ونرجع. يعني أنا أريد أستثمر وياك الوقت وأسأل سؤالين جدا مهمين. أولا ليش شعرائنا انتهوا في الاغتراب في رحال الاغتراب وما يحمله الاغتراب للشاعر من أسى شاعر بعيد عن بيئته موجوع؟ هذه واحدة. النقطة الثانية ليش لحد الآن ماكو شعراء بمستوى الجواهري بمستوى لميع عباس عمارة بمستوى عاتكة الخزرجي بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وأسماء كبيرة جدا بلند الحيدر وعبد الوهاب البيت بياتي؟ ما أريد يعني أبخس حق الأسماء لكن هي كثيرة. حاليا أكو شاعر بهذا المقام الكبير أم أن الظرف ما يساهم أنه قد يكون هناك شاعر لكن الظرف ما يساهم أنه يعني يخرج إلى هذا الفضاء والعلن بهذا الشكل؟ والله حقيقة اللي سألتي سؤال وموضوع مرعب ومخيف حقيقة بالنسبة إلي. نعم. خطر ببالي هذا الشيء من زمان. وين يعني وين مسيرة الإبداع؟ وين لماذا؟ جنابك تفضلتي بأنه يجوز الظروف، لا مو الظروف. أتعس ظروف الاتحاد السوفيتي وقت القياصرة خرج أعظم الكتاب والمؤلفين تشيخوف ودوستويفسكي وتولستوي وغيره وغيره وغيره. مو بس بالعراق هذا الموضوع. على مساحة الوطن العربي بل نقدر نقول على مساحة العالم. نعم. آخر الفلاسفة كان سارتر وكولومبيرس من بريطانيا سارتر بفرنسا ومدري من بروسيا هسه بالعالم انحسر. ليش؟ طغيان التكنولوجيا الجديدة. نعم. وعدم وجود وقت للتأمل. ما بقى تأمل حتى الحب ما بقى حب ما بقى معاناة المحب أسباب كثيرة لكن مع ذلك العراق ولاد كل شيء ولاد بالعظماء بالقادة بالفكر ما يتوقف ما يعني ما يأثر به الجراح حقيقة وأنا من أحكي بالتجرد عن كل اتجاه سياسي أمقته يعني اتجاه سياسي أن نحبس العراق نربط خياطة بقطار أحد السياسات ما ممكن العراق أكبر من السياسات نعم. والعراق أكبر من الأحزاب نعم. راح السبب هو هذا اللي قلته بعدين الأنظمة القمعية الحمقاء اللي تسحب شهادة جنسية عراقية من الجواهري واللي
صادر دواوين نعم. الحب هاي هسه صار فجأة واحد قاعد من النوم، من قاعد من النوم شاف فوضى في العراق، فوضى رهيبة مثل ما قاعد من النوم انت بيتك بتخربت القنفات رأسا على عقب. فهاي الصدمة صدمة النهوض. نعم. قدرت أعبر لو ما قدرت؟ نعم. صدمة النهوض راح ينتهي. هو الكلام ذو شجون أستاذ عثمان. ذو شجون جدا. ذو شجون في هذا الموضوع. نعم. أنا سعيدة جدا أنه تكون اليوم ضيفي ونتحدث عن شاعرتنا الكبيرة وملهمة، هي حقيقة ملهمة أجيال، لميعة عباس عمارة، ونتأمل أنه يكون هناك دائما احتفاء فيها في كل مكان في العراق. تستحق الكثير، وهذه دعوة للتأمل، أيضا التأمل في قصائد لميعة عباس عمارة وديوانها الذي طبعته مؤخرا وزارة الثقافة. شكرا جزيلا آخر إليك. كلام بقى. نعم تفضل. من عجائب القدر أنه الأنظمة القمعية ألقت القبض على فتاة باسم لميعة عباس. نعم نعم. وكم صرخت أنا لست لميعة، أعدموها إعدام. هاي تعرفين شيء مؤلم. سامعة بهاي؟ هسه أسمع وياك اليوم هذا. مثل ما قبض على واحد صوته يشبه الشيخ أحمد الوائلي، هذا الواعظ العراقي. نعم. قالوا صوتك يشبهه، قال شنو شو أسوي؟ قال لا تخوف أنت، ذبوا بالتوقيف. فهاي الحماقات إن شاء الله انتهت، نتأمل أن نشوف خير يعني. نعم. شكرا على استضافتكم.